مسائل الثلاثة. دري مسائل. المسألة الأولى، الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. أولاني مسألة دادة الله رب العالمين توحيد ألوهية ربوبية أسماء وصفات كيوازي وقنال شيء. توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذه المسألة الأولى. مسألة الأولى توحيد الربوبية أو أسماء وصفات بديك يوازي وقنال شيء. نعم. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بالعبادة. دوه مساله ذلك لازم الله رب العالمين عبادتك يوازي وغنل شيء. فالله سبحانه لا يرضى ان يشرك معه احد كائنا من كان في عبادته. الله رب العالمين بدي نخش عليك بدي نرازيك يجي هيس يو شي ذا غسر عبادتك شريك شي كاغه هر سوق وي بمخلوقاتك نبي او ولي او جني او صالح او ملك كنبي وي كولي وي كبيري وي كملائكه وي كصالح ونك عمل انسان وي. المساله الثالثه، البراءة من الشرك على المسلم لابد يتميز عن المشركين. دريما مسألة الشرك أو المشركين وبراءة المسلمان بايد المشركين وفمنسك فرقوكي. يا المسلم يبرأ من الشرك وأهله بالقلب، يعني يعتقد أن كل ما على الكفار كفر وضلال. مسلمان بايد بخبز زلبان دي دا غي سرا فرقو كي خبز زلكش تصديق دا ديو كي يرى كافر كم كارونا كي دا كافر دي يتبرع بلسانه يقول وما أنا من المشركين. هم دا غرنجة براءات تزنجة بزلها حاسلي دا غرنجة بجيبة بحاسلي ودا بوجه زد المشركين ونايمة. يتبرع بالجوارح، لا يشارك الكفار في عيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم. بخبلوا أن دامونه باندي بهم خي براءة إظهار بكي لك مثلا داغوي احتفالونه واخترونه ونور داسي مذهبي كارونه تبينها زريقي. يفي للكفار بالعهود، لا يتعرض لهم بالقتل أو بالسب أو بأخذ الأموال. تكفار سرج كم وعدي شي ودي يغبا اغيبا دي بوفاك ان ذا تشاغوي تو بكنزلي كي داغوي مالونا باخلي اغوي بوجني. يدعوهم الى الله. الله رب العالمين ترفت بدعوته وركي ينصح لهم نصيحه بورتكي يقول انتم اذا متم على ما انتم عليه فانتم في النار خالدين فيها ابدا. الصلاه في السلام دا بورتوي جي تاسو كدغي كفر حالتك شرتم نشوي نتاسو بجهنم تزي وجهنم كي بهمشه دفاري. الله رب العالمين نبنا ورد. ونحن والله نريد لكم الخير ان تدخلوا في الدين محمد عليه الصلاه والسلام. ام استاذ دفار خير غول وتاسو محمد صلى الله عليه وسلم دين ترابلو. المسلم لا يغش الكفار. مسلمان ده كافر وسردوك نكي ينصح لهم لكن يتميز عنهم والله اعلم. نصيحه ورتكي لكن فرقهم داغي او ده كافر فمنزكي والله أعلم.